على بعد 110 كيلومترات من مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق، يتخذ فريق نادي أربيل الجوي من مرتفعات جبل كورك مكانا لممارسة رياضات جوية تشهد نموا وتطورا رغم غياب الدعم الرسمي. الدوافع اللي دفعتنا تأسيس النادي هو عشق مجموعة من الشباب لهاي الرياضة، فسوينا أول شيء جروب وحاولنا أنه نأسس النادي. طبعا تأسيس النادي أخذ من وقت تقريبا سنة على ما أعطونا الموافقة. تتطلب ممارسة الرياضات الجوية خصائص محددة بالنسبة لهواتها فيما يتعلق بالجانب البدني وقدرة التحمل والجرأة، إضافة إلى وجود أماكن مرتفعة مثل الجبال. وتعد منطقة جبل كورك الشهير في إقليم كردستان، والذي يعلو نحو 2000 متر عن مستوى سطح البحر، من الأماكن السياحية المحببة لسكان مدينة أربيل وبقية المناطق القريبة. بنا مكاني راهنان بزل يعني هولير نية بلام لكوي دنيا بنا مكي أول زاد سبيكا بتدريبي. فترات التدريب تستمر لأكثر من 30 يوما، تبدأ بأسس التدريب الأرضي، تليها تدريبات التلال، ثم التدريب الجبلي. لا تدريب أرضي وهنديك نزريج دسبيكات بجيري آسي كسكا. ويتلقى نادي أربيل الجوي طلبات انتساب متزايدة من نساء للدورات التدريبية لتعلم الطيران بالمظلات. أحببت هذه الرياضة منذ طفولتي، كنت أحلم بها وأحلم بالتحليق في السماء والاستمتاع بالمناظر الجميلة، والآن تحقق ذلك وأنا سعيدة بالتحليق. ويمتلك نادي أربيل الجوي 30 مظلة طيران مع كامل معداتها، ويضم أكثر من 40 عضوا ما بين متدرب وطيار، إضافة إلى رياضيين متخصصين بطيران المظلات باستخدام المحرك.